فكرة الرجل العصامي لما بيتقال اسم حضرتك كنموذج لرجل أعمال ناجح، بيتقال إن هو عصامي وبدأ من صفر. الشباب اللي بيسمعوا حضرتك النهاردة يا باشمهندس فرج، يبدأوا من الصفر إزاي؟ أول حاجة لازم الواحد يكون عنده هدف، يعني لازم يكون عنده هدف وعنده أمل. أنا في وقت ما كانش فيه حاجة اسمها قطاع خاص وشغل وكده، وأنا طالب في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، أنا كنت طالب متفوق جدا لغاية ما دخلت الهندسة. بعد ما دخلت الهندسة في سنة من السنوات فقدت الرغبة في أن أكون أستاذ في الجامعة أو دكتور في الجامعة، لما عرفت أن المهندس لما بيتخرج بياخد 17 جنيه. فجالي إحباط، إحباط نفسي، فكنت عايز أشتغل أي شغلانة إرادها يعتمد على مجهودي، حتى لو قعد الناس في السينما. يعني كنت عايز أعمل أي حاجة. يعني كنت بس كان عندي رغبة فظيعة. كنت بتحس إن اللي بيقعد الناس في السينما بيدوله فلوس لما بيقعدوا، فممكن يعني لا يكون. أنا كنت عايز أربط الاجتهاد بالدخل. أي أنا بضرب لسيتك على سبيل المثال، إن أنا يبقى على قد مجهودي أنا أكسب. لو أنا ما عملتش مجهود ما أكسبش، لكن ما أكونش مجرد موظف هياخد مرتب 17 جنيه وهيترقى من الدرجة الثامنة للسابعة للسادسة ويبقى ماشي تدريجي. ما كانش الهدف أنا عايز أكسب عشان أعمل إيه، كان الهدف إن أنا أثبت وجودي. ده كان عندي بشكل فظيع جدا، إن أنا عايز أثبت وجودي، كان نفسي أثبت وجودي. وكان عندي إرادة. طبعا كنت بلعب رياضة، الرياضة وكنت بطل ألعاب قوة، كنت بطل مصر في ألعاب القوة. الرياضة دي بتدي لحضرتك إيه، مفيش واسطة، لأن الناس كلها بتقف على خط واحد والناس كلها بتجري، والأقوى والأسرع هو اللي بيوصل للخط النهائي الأول. فمفيش واسطة بقى، ولا بأبوك ولا بأمك ولا المدرب صاحبك ولا كذا، ومحدش يقدر يوقف الموهبة أبدا. فكان عندي، وبعدين عشان تكسبي سبق 200، أنا كنت بجري 400 متر، لازم تتمرني، لازم ما تيأسيش، لازم في الشتاء في الصيف في الحر، تمرين قاسي جدا وعزيمة جامدة جدا. وبعدين لما تكسبي السبق هتكسبي حاجة معنوية، لكن حققتي هدفك. فكان عندي إرادة وتصميم جامد جدا إني أكون شيء.